أهلا وسهلا فيكم يا مس بدنا نستنى شوي زي دايما لحد ما الطلاب كلهم يفوتوا بعدين نبلش آه هاي رابط حصتنا محطوط بالشات بتقدروا تاخذوه وتبعتوه لكل أصحابكم بس يكونوا منزلين زوم عشان يقدروا يفوتوا معنا أهلا ندى ورغد بس خذوا رابط الحصة وابعتوا لأصحابكم أهلا وسهلا فيكم رح نستنى شوي زي دايما لحد ما يفوت الكل بعدين نبلش وعليكم السلام أهلا وسهلا يا رغد أهلا بانو اهلا اروى يلا ابعتوا الرابط لاصحابكم عشان اليوم نبلش بكير رح نبلش بالوحده الجديده اليوم بس في صفحه من الوحده الثالثه السابعه ما حليناها من اسئله الوحده رح نحلها بعدين نبلش بالوحده الجديده اهلا سلمى وفرح الدرس الاول اليوم سفيان لسه ما بلشنا بهاي الوحده اليوم رح نبلش ان شاء الله اليوم راح اخليكم تجاوبوا في اسئله وحده اليوم راح نجاوب اخر صفحه ضل علينا من الحصه الماضيه بعدين ندخل بالوحده الجديده ممتاز يا رغد وإنت بألف خير، أنا إن شاء الله اليوم آخر حصة قبل العيد وحصتنا الجاية بتكون بعد العيد لا بالعيد ما في حصاص بعد العيد رح نكمل إن شاء الله أهلا وسهلا يا يزن يلا ابعتوا الرابط لاصحابكم عشان نزيد عددنا ونبلش على الخمسة وخمسة ان شاء الله رح نبلش اليوم اخر يوم برمضان بعد العيد رح نكمل عادي رح نكمل منهاج كامل ورح ناخذ زي حصصنا زي دائما وتكون يوم الاحد على الساعة خمسة ان شاء الله اليوم رح نربح بطاقة ابواب لو حدا فيكم بنهاية الحصة بس لازم تكونوا مركزين بالحصة عشان الجواب رح يكون من خلال الحصة بتعرفوا تجاوبوه ممتاز هبه رح اصلا بعد العيد ان شاء الله رح نعمل حصه مراجعه وغير هيك اي شيء بدك اياه من الحصص القديمه موجوده على اليوتيوب على قناه اليوتيوب بكون نازل عليها فيديوهات اي حدا عنده امتحان مش بس لهيبه الحكي هاي قناة اليوتيوب عليها كل المواد اللي بنعطيهم سواء علوم رياضيات وعربي وإنجليزي أي حصة راحت عنكم بدكم تحضروها أو بدكم تراجعوها تقدروا تحضروها على اليوتيوب إن شاء الله حصة بعد العيد رح تكون مراجعة برضو أنا بس بآخر الحصص لما ببعث لكم عبوا الفورم اكتبوا لي بالفورم مثلا بدنا مراجعة درس كذا عشان نشوف ايش بدنا نراجع يعني ايش مادة امتحانكم عشان نقرر ايش بدنا نراجعه تمام يلا خلينا نبلش زي ما اتفقنا احنا بنشرح بس اسمح لكم تجاوبوا بتكون رافعين ايدكم بفتح المايك لازم تكون محضر جوابك عشان تقدر تجاوب او تجاوبي اللي ما بيكون محضر حاله رح اسكر المايك على طول عشان نعطي الفرصه لاكثر حدا انه يجاوب اوكي بداية أول شيء اللي لأول مرة بيحضروا معنا أنا مس نور معلم معلمة مادة العلوم بالصف السادس بعطيكم علوم هاي الحصة تكون تفاعلية نتفاعل فيها مع بعض سواء بتحكوا على الشات او للي بيكون رافع ايده وبفتح له المايك بيقدر يجاوب معي. هاي الحصص مجانية بس لازم تكونوا منزلين زوم عشان تقدروا تحضروها، بتقدروا تشيروا الرابط لاصحابكم وبفوتوا معنا حتى لو مش مشتركين بال ما معهم مفتح ابواب يعني بيقدروا يحضروا معنا بس مجرد انه يكونوا منزلين زوم. طبعا هاي الحصة بتكون فيها الشغلات المهمة اللي بتفيد كل الامتحان، بدكم شرح تفصيلي للمادة موجودة على المنصة تقدر تشتري بطاقة أبواب وتحضروا أي حصة وأي حصة بنشرحها هون تقدر تكون نازلة على اليوتيوب تقدر ترجعوا تحضروها مرة ثانية بأي وقت أي حصة أخذناها من الحصة الماضية بالنسبة للشرح بيكون للإشياء المهمة كل فترة قبل الامتحانات بنعمل حصة مراجعة بيكون فيها الشغلات اللي بتحتاجوها بالامتحان بدي منكم بس ابعث لكم الفورم اللي بدكم تعبوه بنهاية الحصة تكتبوا ايش هي الشغلات اللي داخله معكم بالامتحان عشان نشملها بالمراجعه، بالحصه اللي هي بتكون بعد العيد ان شاء الله. حصتنا دائما يوم احد بتكون على الساعه 5 برمضان حصتنا ساعه بعد رمضان رح ترجع ساعه ونص ان شاء الله. تمام، هسا اليوم احنا اللي ما بيعرف او اول مره بيحضر معنا احنا شرحنا الماده كامله وصلنا للوحده الثامنه اللي هي بتحكي عن الحراره. بس الحصه الماضيه كنا نحل أسئلة الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة السابعة وحلينا أسئلة الوحدة بس ضل عندي من أسئلة الوحدة آخر صفحة اللي هي هاي هاي الصفحة ما ما حلينا منها شيء بالمرة عشان الوقت خلص راح نحلها اليوم بعدين ندخل بالوحدة الجديدة عشان يكون حلينا كل الأسئلة تبعون الوحدة لأنه إحنا بن بعد ما نخلص الوحدة بنحل أسئلتها طيب بس بدي أصلح لكم شغلة كان حكيناها تصحيحها حكي بس ما صلحناها على البي دي أف اللي حضر معي الحصة الماضية أه كنت معطيكم زي ملخص للدروس فمن ضمن هذا الملخص في الدرس الأول حكينا عن هون الموجات المستعرضة والموجات الطولية حكينا الموجات المستعرضة إلها قمة وقاع والموجات الطولية إلها تضاغط وتخلخل الحصه الماضيه كان بالبي دي اف مكتوب العكس بس حكيناها انه بنظبطها بس ما زبطتها بي دي اف هون هسا فاللي كتب معي المره الماضيه وما سمعني بكتب لي بس للمستعرضة إلها قمة وقاع والطولية إلها تضاغط وتخلخل وشرحناهم الباقي بالتفصيل وحكينا التعديل حكي طيب هسنا نرجع لأسئلة الوحدة عشان نحل آخر صفحة طبعا زي ما حلينا المرة الماضية اللي بده يحل ويكون عارف الجواب بيرفع ايده، اللي مش عارف الجواب ينزل ايده عشان افتح له المايك واخليه يجاوب، احنا ضل علينا بس هاي الصفحة اللي هم من 5 ل 12 الاسئلة. سريع، بس اللي عارف الجواب يرفع ايده عشان يجاوب، احنا وصلنا عند سؤال رقم 5 اللي عارف الجواب يرفع ايده عشان اخليه يجاوب، يلا. بس اللي عارف الجواب يضله رافع ايده عشان اخليه يجاوب، يلا، تفضلي، رغد. ألو أهلا وسهلا يلا رغد السؤال الخامس إذا أنت فاتحة على صفحة اللي ما, ما عند الكتاب اللي مش شايف الصفحات احنا عند صفحة 73 بالكتاب سؤال خمسة بدنا نحله اه أوكي السؤال تستطيع بعض الحيوانات سماع أصوات ذات ترددات أعلى من تلك التي يستطيع الإنسان سماعها ما أهمية ذلك للإنسان وإدعم إجابتي بأمثلة يلا يستفيد, يستفيد ال... من الخاصيه يستفيد الانسان من هذه الخاصيه بابتكار ادوات تصدر اصوات اصوات أن تسمعها هذه الحيوانات وي وي ولا يسمعها الانسان ممتازه فاذا انه احنا مست... التي يستخدمها مربوب الكلاب لتنبيه ممتاز تحكي لنا رغد انه إيه بنقدر انه نست... نعمل الات نبتكر الات وادوات تصدر اصوات ما بنسمعها احنا بس بتسمعها الحيوانات طب ايش استفدنا منها بانه لما الحيوان مثلا يسمعها كالصافره اللي بنستخدمها بيستخدموها مربي الكلاب احنا ما بنسمع انها بتطلع صوت بس الكلاب بيسمعوا فبنقدر انه ننبه الكلاب من خلالها فاذا ايش الجواب يستفيد الانسان من هذه الخاصيه بابتكار ادوات تصدر اصواتا تسمعها الحيوانات ولا يستطيع الانسان سماحها، مثال حكالي لي كالصافره التي يستخدمها وربو الكلاب لتنبيهها. طيب السؤال هذا الخ... جواب السؤال الخمسه اللي بحب ياخذه. جواب سؤال سته او مين بده يجاوبني على سؤال سته اللي هو بيحكي لي وضح كيف يمكن توليد موجات مستعرضه في حبل. حكينا حبل بحركه بطريقه ما، ايش هي الطريقه اللي بحرك فيها هذا الحبل عشان يعطيني موجات مستعرضه. مين يجاوبني يكون رافع ايده؟ اوكي مازن تفضل مازن. يلا مازن. ستة اوضح كيف يمكن توليد موجات مستهدفة في حبل حريك طرف الحبل للاعلى والاسفل. ممتاز فان شكرا مازن، بحكي لنا مازن بس بحرك طرف الحبل للاعلى والاسفل، فانا الحبل لما احركه للاعلى والاسفل ايش بتكون عندي؟ بتكون عندي موجات مستعرضة، هاي الحبل حركته للأعلى والأسفل بتكون عندي موجات مستعرضة لها قمة وقاع طيب إذا ايش الجواب؟ بس هيك بنكتب الجواب، الجواب بس هذا بكتفي بأنه بتحريك طرف الحبل إلى أعلى وأسفل مع تثبيت طرف الآخر، يعني طرف بثبته، طرف بصير أحركه للأعلى والأسفل بتكون عندي موجة مستعرضة. طيب إذا هذا هو جواب السؤال السادس، السؤال السابع بحكي نفسر مقدرة الغواصة على الحركة في أعماق البحار المظلمة، يعني ما في ضوء، ما في منظر للضوء، ظلام. دون اصطدامها بصخور نحوها، يعني كيف الغواصة ما بتصطدم بإشي بقاع البحر وهو أصلاً ما في مصدر للضوء، في عتمة، ظلام. كيف ممكن إنها ما تصطدم؟ إيش بنستخدم؟ حكينا بنستخدم نوع من أنواع الموجات. مين يجاوبني؟ سلمى، يلا سلمى. مرحبا مس اهلا وسهلا اللي هو اي سؤال افسر السادس اه مقدره الغواصه على الحرك في اعماق البحار المظلمه دون اصطدامها بصخور او بصخور نحوها آه، تستخدم الموجات فوق الصوتيه في كشف مواقع موتا. الاسلام من حولها لتجنب الاصطدام بالضبط ممتاز فاحنا حكينا عن الموجات فوق الصوتيه من احدى استخداماتها شكرا سلمى من احدى استخدامات الموجات فوق الصوتيه انه نستخدمها بالغواصات عشان الغواصات تعرف او تكشف عن مواقع الاجسام من حولها وبالتالي ما تصطدم فيها فباستخدام الموجات فوق الصوتيه اللي هي الموجات فوق الصوتيه اللي لها تردد ما بيقدر الانسان يسمعها طيب فبحكي لنا هسه السؤال اللي بعده تزداد احتماليه تلف غشاء طبله الاذن بزياده درجه الصوت بين كيف يمكن للاصوات الحاده جدا ان تتسبب في تلف طبله الاذن ومن ثم تؤثر على قدره السماء حكينا انا الطبله غشاء الطبله ايش بستفيد منه غشاء الطبله بستفيد منه انه لما يوصل الصوت بيهتز لما يهتز غشاء الطبله بيوصل الاهتزازات لاجزاء اخرى من الجسم لحد ما ي... من الاذن لحد ما يوصل للدماغ الدماغ بيدرك الصوت وبنسمعه طيب انا لما اسمع صوت حاد لو درجته كثير عاليه ايش ممكن ياثر هذا على طبلس الاذن؟ او كيف ممكن ياثر سلبا؟ مين يجاوبني على السؤال يكون عارف الجواب ورافع ايده عشان عسريع اختار يلا ساره ساره موسى سارة؟ أنا مس يلا احكي لي سارة ايش جواب سؤال خمسة؟ بحكي لنا كيف لما اسمع ازيد درجة الصوت واسمع اصوات حادة جدا كيف ممكن يأثر بانه يعمل تلف لطبلة غشاء طبلة الأذن؟ مس اجاوب خمسة؟ السؤال الثامن هو سؤال آه. ثمانية هيا. تمام لأن زيادة حد... حد... سؤال ثمانية اللي هو تفكير ناقد تمام لأن زيادة حد الصوت تعني, زيادة تردد موجات الصوت وبالتالي تزداد طبلة الأذن بتردد كبير مما يعني عدد كبير من الاهتزاز في اوكي ممتاز سارة بتحكي لنا انه لما تزيد حدة الصوت ايش بصير؟ بحكي لنا زيادة حدة الصوت تعني زيادة تردد الموجات الصوت زاد التردد زادت الحدة فزاد التردد لأن حكينا الحدة الصوت تعتمد على تردد موجات الصوت وبالتالي تزداد اهتزازات اه طبلة الأذن ما احنا حكينا طبلة الأذن أو غشاء طبلة الأذن رح يصير له في اهتزازات اه 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 فإذا إيش بحكينا تهتز طبلة الأذن بتردد كبير لأنه التردد اللي واصلها كبير مما يعني زيادة في عدد كبير من الاهتزازات في الثاني الواحدة يعني عدد الاهتزازات بيصير أكثر يعني بدل ما يكون عدد الترددات يكونوا أربعة يعني الاهتزازات بيكون عددهم أربعة بيصيروا لا والله عشرة بيزيد الاهتزازات ليه؟ لأنه الاهتزازات زادت فالتردد زاد مما يسبب تلف لها اللي هي طبلة الأذن أو غشاء الطبلة وبالتالي تؤثر على قدرة الأذن على السمع لأنه أصلا غشاء الطبلة هو أهم جزء بالسمع لأنه اهتزاز غشاء الطبلة بيخلي الموجات أو الاهتزازات توصل لأجزاء أخرى من الأذن وبالتالي توصل للدماغ وإني أقدر أسمع طيب فإذا أنا حدة الصوت تزداد الاهتزازات تزداد لأنه تردد ازداد أي حدا بده يأخذ الجواب ما في مشكلة هي جواب السؤال الثامن طيب هسه السؤال بتعبي يحكي لي آه، عدد بعضا من طرائق حمايه الاذن من الاصوات العاليه يعني كيف ممكن احمي الاذن من الاصوات العاليه حكينا في شغلات بستخدمها تحمي الاذن من الاصوات العاليه يلا خلينا نشوف هبه تفضلي هبه يلا هبه واحد استخدام استخدام السدادات الاذن ممتازه اول طريقه استخدم سدادات الاذن اللي هم زي سدادات بيحطوا بالاذن بيحمل الاذن كمان اثنين خفض شده الصوت عند استخدام سماعات الاذن ممتازه لما اسمع صوت او اسمع اغاني مثلا عن طريق السماعات ما اخليها صوتها كثير عالي لا اوطى الصوت ما أخليه كثير عالي عشان ما اضر اذني كمان ابتع... الثلاث ابتعاد عن مصادر الضوضاء اه... اه... ال... ذو... ممتاز، فايش تحكي لنا؟ أول شيء البس سدادات للأذن زي سماعات الأذن اللي بيلبسوها اللي بيشتغلوا بالحدادة أو النجارة، اللي بيسمعوا أصوات كثير عالية بيلبسوا سدادات عشان يخففوا الصوت عن أذنهم. اثنين ممكن إني لما أكون أسمع أنا شيء بالسماعات إني أخفض الصوت ما أخلي الصوت كثير عالي. ثلاثة ابتعد عن مصادر الضوضاء، يعني أي مكان بشوف فيه أصوات عالية أبتعد عنها. هاي اللي هي الطرق بقدر فيها احمي اذني من الاصوات العاليه طيب بحكي اني اطرح سؤالا اجابته قاع الموجه بس ايش هو الشيء اللي بس ايش هو الشيء قاع الموجه اللي جوابه قاع الموجه انا بدي اجاوبه هذا اللي هو اخفض نقطه في الموجه المستعرضه فاو اخفض نقطه في الموجه المستعرضه تسمى قاع الموجه فلو سالتكم ما هي اخفض نقطه في الموجه المستعرضه تحكي لي قاع الموجه واعلى نقطه هي قمه الموجه فقاع النقطه هي هي اخفض نقطه في الموجه المستعرضه تسمى قاع الموجه واعلى نقطه في الموجه المستعرضه تسمى قمه الموجه طيب يستخدم رواد الفضاء أجهزة اتصالات بالموجات الكهرومغناطيسية للتواصل بينهم، فبيحكي لنا بيستخدم بالموجات الكهرومغناطيسية، ليه؟ ليه استخدموا موجات كهرومغناطيسية؟ ليش ما يستخدموا موجات ميكانيكية مثلاً؟ مين يجاوبني؟ يلا نشوف راشد يلا راشد يلا راشد بس أي سؤال مس؟ سؤال رقم 11 يستخدم رواد الفضاء أجهزة اتصالات بالموجات الكهرومغناطيسية ليش اختاروا كهرومغناطيسية؟ ليش ما اختاروا مثلا ميكانيكية؟ ايش الشيء اللي لأن الموجات الكهرومغناطيسية الوحيدة تنتقل في الفراغ. ممتاز لا لأنها ليست بحاجة لوسط ناقل. ممتاز راشد، فإذا إيش بحكي لنا؟ لأن الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط ناقل، وفعلا الفضاء ما في وسط ناقل، فهي بتنتقل بالفضاء، فإذا الموجات الوحيدة القادرة على الانتقال في الفضاء، ليه؟ لأنها ليست بحاجة إلى وسط ناقل، وأنا بالفضاء بدي إشي ما يكون بحاجة لوسط ناقل لأنه بالفضاء فعليا ما في وسط ناقل. بالظبط طيب اخر سؤال اللي هو هاي اجزاء الاذن في عندي بس بحكي الناس الف وباء الف ايش بتمثل وباء ايش بتمثل يلا مين يحكي لي الف اولا بعدين نشوف باء بع. محمد صدر محمد فخري يلا محمد يلا احكي لي ايش الشكل الف بيمثل هي الشكل الف ها. مثل الاذن عند وصول عند وصول الصوت اليها فتهتز ثم تنتقل منه ثم تنتقل من الموجات الى الى بقيه اجزاء الاذن. الاهتزازات تنتقل الى بقيه اجزاء أوه. الاذن. وانا فهمت فهم يعني عشان. ممتازه اهلا وسهلا فيك ممتازه ايش بتحكي لنا بتحكي لنا انه هذا غشاء الطبله طب ايش وشرحت لنا برضه ايش نستفيد من غشاء الطبله بتحكي غشاء الطبله لما يهتز لما توصل الموجات يهتز طب يهتز لما يهتز بنقل هاي الاهتزازات لبقيه اجزاء الاذن طيب فانا اول جزء هذا اذا سالتنا المت ايش هو بنحكي له هذا هو غشاء الطبله إيش هو هذا غشاء طبله الاذن طيب الجزء هذا هذا كلنا بنعرفه حتى لو مش بالاذن كلنا بنعرف هذا الجزء ايش بيمثل لي ايش بيمثل لي هذا الجزء مين يجاوبني هبة هبة تفضلي هبة مناصير يلا هبة سمعتني؟ اه سمعتك يلا هذا الجزء ايش بيمثل لي؟ الدماغ الدماغ طب ايش وظيفة الدماغ بالسمع؟ إدراك فات. الدماغ بيستخدم لادراك الاصوات وسماعها وعي ادراك الاصوات وسماعها ممتازه فبتحكي لنا هذا الجزء اسمه الدماغ طيب ايش بستفيد منه او ايش وظيفته بالسماع بحكي لنا بس إن ادراك الاصوات وسماعها تمام فاذا انا اول جزء اللي هو هذا اللي بيمثل لي غشاء الطبله وهذا ثاني جزء اللي هو بيمثل لي الدماغ اللي هو بيعمل على ادراك الاصوات وسماعها طيب هيك بنكون خلصنا الوحده السابعه من كتابنا بدنا نفوت بالوحدة الثامنة وناخذ اليوم أول درس فيها راح نبلش فيه إن شاء الله، طبعاً الوحدة الثامنة بتحكي عن الحرارة إحنا الوحدة السابعة حكت عن الصوت وحكينا عن طرق نقل الصوت وفي بيحتاج لوسط ناقل لا تحتاج وإيش الأمواج أنواعها وإنه الموت صوته وفي عندي موجات مستعرضة وموجات طولية وهذا كل الوحدة كنا نحكي الوحدة الماضية عن الصوت، هاي الوحدة راح نحكي عن الحرارة فانا عنوان وحدتي اليوم هي الحراره طيب هسه انا هاي العنوان الرئيسي طب انا ايش عندي دروس برضو عندي درسين الدرس الاول بيحكي عن الحراره وطرائق انتقالها والدرس الثاني بحكي عن الحراره في حياتنا فانا عندي درسين اليوم ان شاء الله رح نبلش بالدرس الاول اللي هو الحراره وطرائق انتقالها في حال كملنا اليوم ممتاز في حال ما كملنا اليوم الحصه الجاي ان شاء الله بنكمله وممكن برضه الحصه الجايه ما نكمل ممكن الحصه الجايه تكون مراجعه فان شاء الله احنا بنخبركم ايش رح تكون الحصه الجاي حسب انه في امتحانات او لا بس ضروري تكتبوا له اكتبوا لي بالفورم ايش داخل معكم دروس بالامتحان عشان اعرف بايش اعملكم مراجعه عشان تستفيدوا يعني بس احكي لكم عبوا الفورم طيب هسه رح نبلش بالدرس الاول اللي هو حكينا عنوانه ال... عنوانه الحرارة وطرائق انتقالها فأنا عندي بدي أعرف الحرارة راح أعرف هل الحرارة هي نفسها درجة الحرارة طب درجة الحرارة هي نفسها طاقة الطاقة الحرارية وراح أعرف إيش يعني حرارة وراح أعرف إيش يعني توصيل حراري وراح أعرف إيش يعني حمل وإيش الحمل وإيش يعني الإشعاع وهذول كلهم راح نعرف لإيش بنضموا لإيش التوصيل الحراري والحمل والإشعاع من طرق إيش هذول راح نعرف عنهم بهذا الدرس إن شاء الله طيب أول إشي رح لنا عن درجة الحرارة والطاقة الحرارية والحرارة، إيش رح نحكي عن هاي المصطلحات بأول جزء من الدرس، طيب أول إشي بحكي لنا تختلف الأجسام في سخونتها وبرودتها وكيف بنميز إنه الجسم ساخن أو أو بارد؟ يعني بحكي لك والله شوف اللي كاسة الشاي هاي باردة ولا ساخنة، بس ببساطة بتلمسها، بتمسكها بإيدك بحاسة اللمس فبتقرر إنها تحكي لي والله هي ساخنة درجة حرارتها عالية طب إذا كانت باردة تحكي لي لا والله هاي باردة مش ساخنة لا والله باردة فأنا باللمس بقدر أميز إنه هاي كاسة الشاي باردة أو ساخنة فأنا بقدر أميز عن طريق اللمس طيب فأنا بقدر أحكي تعد درجة الحرارة مقياساً درجة الحرارة هي مقياس لسخونة المادة أو برودتها لأنه المادة الساخنة بحكي عنها درجة حرارتها عالية والمادة الباردة بحكي عنها درجة حرارتها قليلة فعلاً أنا لو شفت شخص درجة حرارته عالية يعني أنا حطيت إيدي عليه باللمس بحاسة اللمس شفته ساخن فأنا إيش بعمل؟ بجيب ميزان الحرارة وبقيس درجة حرارته والله بتطلع درجة حرارته كثير عالية أما لو أشوف مثلا والله حطيت إيدي على جبينه لقيت إنه حسيت ببرودة فأنا لما أقيس درجة حرارته بحسها درجة حرارته أقل من الطبيعي فأنا لما أشوف در... إشي ساخن بتكون درجة حرارته عالية لما أشوف إشي بارد بتكون درجة حرارته قليلة إذا أنا عندي درجة الحرارة هي مقياس لسخونة المادة أو برودتها. طيب، كيف ممكن أقيس درجة الحرارة؟ ببساطة بتحكوا لي عن طريق مقياس اللي هو الميزان الحرارة. ببساطة عن طريق مقياس درجة الحرارة اللي هو الميزان، نحكي عنه مقياس ميزان الحرارة. هسا في أنا عندي نوعين من أنواع الموازين اللي بدي أكون عارفها هون، في عندي مقياس ميزان أو المقياس الرقمي و مقياس او الميزان الزئبقي فاول نوع اللي هو الرقمي وثاني نوع اللي هو الزئبقي طبعا الزئبقي انتم اكتبوها لانه هو مشروح بس مش مكتوب نوعه هو الزئبقي بس هسه رح نحكي عنه الرقمي ببساطه اللي هو بتظهر درجه الحراره على الشاشه كيف يعني على الشاشه زي هذا الميزان هذا اسمه ميزان الحراره او مقياس الحراره الرقمي هيش في شاشه هاي الشاشه بتكون ظاهر عليها درجه حراره الطفل او اللي بدي اقيس درجه الحراره اللي هي هون عندي 39.1 فأنا عندي درجة حرارة تظهر على شاشة، معناته بتظهر ما بتظهر على شاشة معناته هذا ميزان حرارة أو مقياس حرارة رقمي لأنه تظهر درجة حرارة على شاشة. طيب، طيب طب ايش هو الزئبق؟ الزئبق اللي بيكون بيحتوي، الزئبق اللي هو عادة بنستخدمه بالبيوت، بيكون في أنبوب بيحتوي هذا غالبا على زئبق عشان هيك بنسميه زئبقي ايش خاصية هذا الزئبق؟ الزئبق بس ترتفع درجة حرارته بصير له تمدد، ايش يعني تمدد؟ يعني بيرتفع لأعلى فإذا أنا عندي ميزان حرارة الزئبقي بس يقيس لي درجة حرارة كان درجة حرارة عالية فايش بصير بالزئبق؟ بتمدد، ايش يعني بتمدد؟ يعني ارتفع إلى أعلى لما تكون درجة حرارة عالية طب بنخفض درجة حرارة فهو بينخفض الى اسفل فانا عندي الزئبقي بكون فيه انبوب يحتوي انبوب رفيع بكون مدرج كمان بيحتوي على سائل غالبا هذا السائل بيكون الزئبق فبيرتفع الى اعلى اذا كان درجه حراره عاليه وبينخفض الى اسفل اذا كان درجه حراره منخفضه طبعا بيرتفع بيصل رقم معين لانه هو مدرج فعليه ارقام فانا ارتفع مثلا خلينا ناخذ مثال نحكي هذا ميزان حراره زئبقي اوكي وبيكون مدرج مدرج يعني عليه تدريج طيب مدرج يعني عليه ارقام مثلا نحكي وصل كان عندي هيك قس درجة حرارة فجأة لقيتها هون واصلة يعني هيك الزئبق تمدد وصل لهاي له النقطة فبشوف أنا والله بطلع على هاي النقطة بشوف درجة الحرارة قديش بتطلع مثلا سبعة وثلاثين فاصل اثنين فأنا بعرف إنه درجة الحرارة 37.2، ليه؟ لأنه والله الزئبق وصل لهاي لهاي النقطة، فالنقطة اللي بيوصلها الزئبق هي بتكون درجة الحرارة، هون بتكون مثلا درجة الحرارة 37.2، لو وصل لهون مثلا ممكن تكون 40 درجة الحرارة. لو وصل لأعلى بكون 42 وهكذا، فأنا بقدر أقيس درجة الحرارة أي شيء عن طريق الميزان الزئبقي بحيث انه الزئبق بيتمدد او السائل اللي داخله بيتمدد فبيرتفع الى اعلى اذا كان درجه حراره منخفضه اذا كان درجه حراره قليله بينزل بيكون لاسفل يعني بس بيكون لهون مثلا مثلا بيكون ل 30 درجه حراره مثلا لهون نحكي 30 درجه فبصير انخفاض للزئبق او السائل فعشان هيك بتكون درجه حراره اقل طيب فأنا عندي هون إيش بدي أعرف؟ بدي أعرف في عندي مقياسين أو أشكال لمقاييس درجة حرارة أو موازين درجة حرارة اللي هو الرقمي والزئبقي، الرقمي بيظهر رقم على شاشة والزئبقي عن طريق سائل بيكون داخل أنبوب رفيع بيكون مدرج بيرتفع إلى أعلى إذا كان درجة حرارة عالية وبينخفض إلى أسفل إذا كان درجة حرارة منخفضة. طيب هسا بحكي لنا عرفنا سابقا ان الماده تتكون من جسيمات صغيره فعلا هذا حكيناه ببدايه الكتاب حكينا انا انا عاي اي جسم بالدنيا سواء سائل سواء صلب سواء غاز يتكون من جسيمات صغيره طيب ايش هي الجسيمات خلينا ناخذها على هذا الشكل او رجيكم هذا الشكل ايش بدي اشرح لكم عنه اي جسم بالدنيا سواء سائل او صلب او غاز بيتكون من جسيمات صغيره أي الجسيمات الصغيره هيها بحكي اي جسم بالدنيا بتكون من جسيمات هاي الجسيمات بتتحرك كيف يعني بتتحرك والله بحكي لنا إن انه هاي الجسيمات هيك مثلا هاي بتكون تتحرك تصطدم بهاي وهاي تصطدم بهاي وهاي تصطدم بهاي وهاي تصطدم بهاي, بهاي. كلهم بيصطدموا ببعض كله بتحرك بتحرك وين ما بده فانا عندي حر الحركه بتحرك وكل ما كانوا ابعد عن بعض الجسيمات بتحركوا اكثر غير انهم بيصطدموا ببعض بيصطدموا بالجدار للموجودين فيه فانا عندي هاي الجسيمات تتحرك بضلها تتحرك تتحرك اي شيء بتحرك تخيل الطفل بضل يتحرك يتحرك والله بنحكي هذا عنده طاقه هذا بتحرك كثير فاللي بيتحرك كثير ايش بيكون عنده طاقه حركيه فأنا أي جسم بالدنيا في جسيمات هاي الجسيمات في حركة مستمرة لأنها في حركة مستمرة فهي عندها تمتلك طاقة تمام؟ فإذا إيش بحكي لنا؟ طبعا هذا الشكل خارجي مش من الكتاب عشان إذا بتحبوا ترسموه عشان بس نوضح لكم هاي الفقرة إيش الفقرة بتحكي لنا؟ المادة تتكون من جسيمات صغيرة اللي هم أنا كنت راسمهم هيك كرات فالمادة تتكون من جسيمات صغيرة تتحرك باستمرار زي ما حكينا بتضلها تتحرك فوق تحت يمين يسار بتضلها تتحرك طيب لأنها بتتحرك باستمرار لكل جسيم منها طاقة حركية مثلناها بأن صورة زي الورد لما يضله يتحرك يتحرك بنحكي والله هذا عنده طاقة عنده طاقة بضل يتحرك أما اللي بضل كسول وقاعد بنحكي هذا ما عنده طاقة فاللي بتتحرك باستمرار تمتلك طاقة حركية فإذا ليه بتمتلك طاقة حركية؟ لأنها تتحرك باستمرار مين هي؟ هي الجسيمات اللي مكونة للمادة فأي جسيم جوا المادة شو ما كان نوع المادة في عندي مواد سائلة صلبة غازية بتحتوي على جسيمات الفكرة إنه المادة الغازية بيكون جسيمات أبعد فبتتحرك بشكل أسرع ما بيهمني هون تعرفوا بس بيهمني تعرفوا إنه الجسيمات اللي بتتكون منها المادة تتحرك بشكل مستمر فعشان هيك بتمتلك طاقة حركية فلو حكيت لكم هاي الجسيمات تمتلك طاقة تحكوا لي اه تمتلك طاقة ليه بتمتلك طاقة لأنها تتحرك باستمرار من وين جبت هاي الجسيمات هاي الجسيمات مكونة لأي مادة أي مادة بالدنيا عندي بس كون من جسيمات تحكي لي مس طب ايش يعني ماده بحكي لك الماده اي شيء بيطلع على بالك اي شيء بقدر امسكه والمسه او اشوفه او اتعامل معه يعني هي ماده يعني الماده بس صلبه يعني بس القلم واللوح والكرسي والطاوله هم مواد لا في عندي ماده سائله لما احكي الماء الماء ماده لما احكي الشاي الشاي ماده اي ماده طب لما احكي الاكسجين الاكسجين برضه ماده ليه لانه او الهواء لو نحكي الهواء مادي لانه بيحتوي على اللي هم ذرات الاكسجين وال... كل شيء حوالينا هو ماده فانا اي شيء مادي بتكون من جسيمات هاي الجسيمات في حركه مستمره لانها في حركه مستمره عشانها في حركه مستمره تمتلك طاقه ايش نوع الطاقه هاي والله طاقه حركيه من اسمها بتتحرك فالطاقه اللي بتمتلكها هي طاقه حركيه اذا ليش تمتلك طاقه حركيه؟ لانها في حركه مستمره. طيب وتشير درجه الحراره الى متوسط الطاقه الحركيه لجسيمات الماده. ايوه ايش يعني هذا؟ بحكينا والله درجه الحراره بقدر اربطها بالطاقه الحركيه. طب كيف بدي اربطها بالطاقه الحركيه؟ بحكي لك اذا في عندي حراره عاليه يعني والله سائل مثلا كاسه شاي حرارتها عاليه فالطاقه الحركيه لجسيماتها بتكون عاليه. طب كاسه شاي بارده درجه حرارتها منخفضه فالطاقه الحركيه تبعتها ما بتكون عندها طاقه بتكون طاقتها كثير قليله فانا عندي درجه حراره عاليه فالجسيمات تتحرك بسرعه فبكون طاقتها الحركيه عاليه طب درجه حراره منخفضه اذا ما في طاقه حركيه او الطاقه الحركيه شو مالها منخفضه فاذا درجه الحراره تشير الى متوسط الطاقه الحركيه كلما زادت درجه حرارة تزداد الطاقه الحركيه لانه في حراره ففي حركه في حركه ففي طاقه حركيه اما ما في حراره في بارد ما في حراره فما في طاقه حركيه او الطاقه الحركيه قليله فكلما زادت درجه الحراره تزداد متوسط الطاقه الحركيه فبقدر اربط درجه الحراره بالطاقه الحركيه بحيث انه درجه حراره عاليه طاقه حركيه عاليه درجه حراره منخفضه طاقه حركيه بتكون منخفضه طيب لما احكيها سلسه هذا زي كانه كل مقدمه في عندي مصطلح اسمه الطاقه الحراريه ما هي الطاقة الحرارية؟ رح نعرف إيش هي الطاقة الحرارية، هل لما أحكي طاقة حرارية هل تعني درجة حرارة؟ بسألكم سؤال، هل الطاقة الحرارية لما أحكي طاقة حرارية هل تعني درجة حرارة؟ خلينا نشوف هي الطاقة الحركية نفس الحرارية نفس درجة الحرارة؟ طيب، بحكي لنا تختلف هيها جاوبنا على طول قبل ما أبلش بحكي لنا تختلف درجة الحرارة عن الطاقة الحرارية. إذا تختلف درجة الحرارة عن الطاقه الحراريه فما بصير احكي والله الطاقه الحراريه هي نفسها درجه الحراره اوكي ثواني ارجع للبي دي اف اذا ما بصير احكي انه والله الطاقه الحركيه درجه الحراره هي نفسها Okay, so added. يلا yeah. فاذا انا سالت هل درجه الحراره هي نفس الطاقه الحركيه الحراريه هيني بحكي ايش جاوبني على السريع بحكي لي تختلف درجه جاوبني على السريع انها تختلف درجه الحراره عن الطاقه الحراريه ما بصير احكي طاقه حراريه يعني درجه حراره لا بحكي لي تختلف ما معل... يعني هم لهم علاقه ببعض رح نحكي ترتبط فيها بس مش احكي درجه حراره هي نفس الطاقة. الطاقه الحراريه ما بصير احكي درجه حراره يعني طاقه حراريه ما بصير احكي طب ايش هي الطاقه الحراريه فبحكي لي الطاقه الحراريه هي مجموع طاقه حركه الجسيمات للماده هي مجموع طاقه حركه الجسيمات لجسيمات الماده فاذا مجموع طاقه حركه جسيمات الماده هي الطاقه الحراريه فلو حكيت لي المس عرف الطاقه الحراريه بحكي هي مجموع طاقه حركه جسيمات الماده تمام فاذا هذا هو تعريف الطاقه الحراريه طيب حكينا ما بصير احكي درجه حراره هي نفس الطاقه الحراريه طيب ايش ايش علاقه درجه حرارة بالطاقه الحراريه بنحكي ترتبط درجه حراره الجسم ب آه بطاقه الطاقه الجسم الحراريه بدرجه حرارته يعني الطاقه الحراريه بترتبط ب درجه الحراره فبقدر من هاي الفقره كلها بدي لكم اياها بشكل بسيط اول شغله بدي اسالكم اياها ما هي العوامل التي تعتمد عليها الطاقه الحراريه فاذا اول شيء بدي اعرف تعريف الطاقه الحراريه بعدين اعرف ما هي العوامل التي تعتمد عليها الطاقه الحراريه فايش هي العوامل اللي تعتمد عليها الطاقه الحراريه اول عامل هو درجه الحراره اثنين كمية المادة يلا بدنا نحفظها كلها مع بعض ما هي العوامل عشان لما نشرحها نكون برضو حافظين أشي العوامل نشرح واحدة واحدة العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية واحد درجة الحرارة اثنين كمية المادة يلا مين عيد لي إياهم إيش هي العوامل اللي بيعتمد عليها الطاقة الحرارية نشوف فاطمة تفضلي فاطمة فاطمة مراد تفضلي مرحبا مش أهلاً وسهلاً. يلا احكي لي ما هي العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية؟ مجموعة طاقة حر... طاقة حركية لجسيمات المادة وترتبط طاقة الجسم الحرارية بدرجة حرارتها إذا تزداد بس فاطمة شوفي خلينا نكون عارفين اللي حكيتيه هو تعريف الطاقة الحرارية أنا أنت مبينة عندك الشاشة؟ مبينة عندك أوه. الشاشة؟ يعني العوامل التي تعتمد اكتبوها. العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية: واحد درجة الحرارة، اثنين كمية المادة. عيدي إيش هي العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية؟ درجة الحرارة والثانية كمية المادة. ممتازة فإذا الطاقة الحرارية تعتمد على عاملين: درجة الحرارة وكمية المادة، لازم نكون كثير عارفينها عشان هسا نشرحهم بالتفصيل. طيب وراح نحكي عن علاقه طرديه هاي انا مطنشها هسه راح احكي عنها كمان شوي لما نفهمها كثير منيح وانتم لحالكم تستنتجوا ايش العلاقه طيب في حدا لهسه عنده سؤال عشان ما افوت بالموضوع بدي اشوف في حدا عنده سؤال بس اللي عنده سؤال يكون رافع ايده اللي بده يجاوب ينزل ايده لانه راح اخليكم تجاوبوا كمان شوي هسا بس بدي يكون اللي رافع ايده بس اللي عنده سؤال اي حدا بده يجاوب ينزل ايده مش هسه اللي بدهم يجاوبوا بس اللي عنده سؤال يضلوا رافع ايده يلا نشوف مين عنده سؤال رح ناخذ سؤالين هسا من اللي رافعين ايدهم اوكي يلا احكي لي ايش اسمك او اسمك واسالني يلا اسمي عون حمادين هسا مش هسه يا إيه لو كانت في كوب درجة حرارته أعلى من كوب آخر وهذيك كمية المادة أكبر من اللي الطاقة الحرارية أوك. عنده أوكي هذا لسه ما شرحنا صح؟ لسه ما إحنا بس حكينا العوامل لسه لا شرحنا درجة حرارة ولا كمية المادة خلي سؤالك بس نشرح العوامل بتشوف أوكي؟ ماشي يلا بس نشرحها وركز معنا نشوف حدا عنده سؤال عن اللي شرحته بس عن الجزء اللي شرحته اوكي نشوف مين عنده سؤال اوكي يلا فاطمه ساليني يلا فاطمه اه السلام عليكم مش وعليكم السلام اهلا وسهلا مش صفحه صفحه 80 هلا ناخذها اوكي دقيقة اشوف صفحة ثمانين اه اه رح نأخذها اليوم ان شاء الله اه مش انا الحرارة مو فهميته اه رح نشرح عن الحرارة ورح نشرح عن كمية المادة ماشي عن درجة ماشي. الحرارة وكمية المادة ورح نبلش بالعوامل اه صح اوكي ان شاء الله اليوم ماشي. رح حصتنا اليوم للستة رح نحاول ننجز اكبر قدر من الدرس اوكي حدا عنده سؤال لاشي مش مفهوم بدي اشي مش مفهوم مش إنهم ايش رح ناخذ او هيك، اشي مش مفهوم، رنيم يلا رنيم. يا بس في شكل كنت تسوي فيه ما فهمتش كيف قصدك. أي شكل؟ اللي هذا مني؟ ها؟ آه اللي منك. ها؟ آه. أوكي طيب يلا، خليني أرجع أشرح بشكل سريع لأنه هو كثير مهم. ركزي معي رنيم وركز معي الجميع. أوكي. ايش بحكي؟ بحكي لكم انا انا حكيت الماده تتكون من جسيمات، فانا هذا شايفين هذا البوكس معتبره ماده، معتبره قطعه حديد، ماده مش حكينا حكي اي شيء قطعه حديد هي ماده وماده صلبه. طيب حكينا الماده تتكون من ذرات او جسيمات، هاي هي الجسيمات اللي هي هاي الدوائر، شايفين هاي الدوائر؟ هاي الجسيمات اللي بتتكون منها الماده، فانا اي ماده بالدنيا بتتكون من جسيمات، حلو، عرفنا انه ماده تتكون من جسيمات. هاي الجسيمات غير انها موجوده جوا الماده بتضلها تتحرك ما بضلها واقفه وخلص هيك لا تظلها تتحرك 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 تصطدم بعض تصطدم بال بالاناء حولها بتضلها تتحرك فاذا انا عندي هاي الجسيمات في حركه مستمره انا حكيت لكم لما ولد يضل يتحرك يتحرك ايش بنحكي؟ بنحكي والله عنده طاقه بتحرك كثير فانا لما بتحرك كثير عنده طاقه والله عنده طاقه كثير لو ما بتحرك كثير بنحكي والله طاقته قليله فبما انهم ضلوا يتحركوا فعندهم طاقه ايش هي الطاقه؟ طاقه حركيه بس هذا اللي حكيته من هذا الشكل فاذا هاي الطاقه الحركيه من وين اجتهم لانهم بضلهم يتحركوا ايش هاي الجسيمات موجوده جوا الماده بس وصلت رنيم احكي لي اذا تمام او لا ممتاز طيب ممتاز ممتاز اوكي بعد شوي راح ارجع اخذ طاقة حركية ممتاز هي طاقة حركية اللي هي جاية لأنهم بتحركوا. أوكي راح آه رح نرجع ناخذ كمان شوي اسئله من عندكم اليوم ما في اقتراح لانه حصتنا بس ساعه بنخلصها على 6 وخلص نطلع يلا اذا العوامل التي تعتمد عليها الطاقه الحراريه ما العوامل التي تعتمد عليها الطاقه الحراريه بنحكي اول عامل بيعتمد عليه اللي هي درجه الحراره ثاني عامل بتعتمد عليه اللي هي كمية المادة، فأنا الطاقة الحرارية بتعتمد على درجة الحرارة أول إشي، اثنين على كمية المادة. طب كاتب بخط أسود درجه الحراره علاقه طرديه وكاتب عند كميه الماده علاقه طرديه طيب ايش يعني علاقه طرديه اصلا انا والله ما بعرف يعني إيش, ايش يعني علاقه طرديه ايش والله يا مس يعني علاقه طرديه قبل ما تفوزينا بكل شيء اشرحي لنا ايش يعني علاقه طرديه بحكي لكم علاقه طرديه شايفين هذول هاد احمد ثواني بس اوكي اوكي هذا اسمه. اللون أحمر اسمه أحمد أوكي اللون الأحمر اسمه أحمد واللي لونه أخضر اسمه سالم. إذن واحد عندي أحمد وواحد سالم. اوكي هيك واضح عندكم؟ تمام فأنا عندي أحمد وعندي سالم، أحمد اللي لونه أحمر وسالم اللي لونه أخضر، فأنا عندي أحمد الأحمر وسالم الأخضر، والله أحمد شو ما يعمل سالم بتطلع عليه، أحمد شو ما يعمل مشى أحمد على اليمين سالم بيمشي لليمين، إذا مشى أحمد لليمين سالم لوين بيمشي؟ بتطلع عليه وبعمل زيه، إذا أح سالم إيش بيعمل أحمد بطارده، إيش بيعمل؟ قاعد بطارده يعني بيعمل زيه، شو ما عمل بيعمل زيه احمد طلع لفوق فسالم بيطلع لفوق احمد نزل لتحت سالم بنزل لتحت احمد راح على اليمين سالم راح يروح على اليمين احمد راح على الشمال سالم راح يروح على الشمال فلو نفرض انه احمد طلع لفوق فسالم ايش راح يصير فيه راح يطلع لفوق احمد راح على اليمين سالم راح يروح على اليمين فسالم شوفوا عيونه كبار ليه عيونه كبار لانه بظل يطلع احمد وبعمل زيه فسالم بيطارد احمد كيف بيطارده علاقتهم طردية لأنه شو ما بعمل بلحق وراه وبعمل زيه شو ما يعمل فالعلاقة الطردية إذا إشي زاد الثاني بيزيد إذا إشي قل الثاني بقل ليش أنهم بيطاردوا بعض بدهم يكونوا زي بعض فزي ما أحمد وسالم زي بعض والعلاقة بينهم طردية أول ما أحكي علاقة طردية إذا بيكونوا زي بعض إذا واحد زاد الثاني بيزيد واحد قل الثاني بقل بس هاي مختصر العلاقة الطردية فإذا العلاقة الطردية واحد بيعمل إشي الثاني بيقلده واحد زاد الثاني بيزيد لو حكيت لكم العلاقة بين مثلا السرعة والمسافة علاقة طردية إذا زادت السرعة تزداد إذا زادت المسافة تزداد السرعة بس فإذا أنا عندي العلاقة الطردية إذا واحد بيزيد الثاني بيزيد بس ببساطة طب علاقة عكسية مس إيش يعني علاقة عكسية يعني والله أحمد راح هيك سالم راح يروح عكسه هاي يعني علاقة عكسية أحمد طلع لفوق سالم بينزل لتحت هاي يعني علاقة عكسية عكسية بعكس بعض طردية مع بعض بيطاردوا بعض عشان يكونوا زي بعض أما عكسية والله لا عكس بعض فإذا أنا علاقة طردية لما واحد بيزيد الثاني بيزيد بطاردوا بعض لأنهم العكسية واحد بيمشي هيك الثاني بيمشي عكسه فأنا لو حكيت لكم العلاقة عكسية بين الزمن والسرعة فكلما زاد الزمن تقل السرعة لأن العلاقة عكسية فلما أحكي علاقة طردية بحكي انهم انهم زي بعض زاد بزيد قل بقل لما احكي علاقه عكسيه واحد بزيد الثاني بقل ما تبي هذا الفرق بين العلاقه الطرديه والعكسيه فلما احكي لكم العلاقه بين الطاقه الحراريه ودرجه الحراره علاقه طرديه نعيد العلاقه بين الطاقه الحر... انا بحكي عن الطاقه الحرار... الحراريه فانا بحكي لكم العلاقه بين الطاقه الحراريه الطاقه الحراريه ودرجة الحرارة هي علاقة طردية فإذا العلاقة بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة هي علاقة طردية إيش يعني؟ يعني كلما زادت درجة الحرارة تزداد الطاقة الحرارية كلما زادت درجة الحرارة تزداد الطاقة الحرارية فأنا بدي أسألكم سؤال وبدي حدا يجاوبني عليها هسه ترتبط درجة الحرارة بطاقة الجسم الحرارية بالطاقة الحرارية بعلاقة طردية أم عكسية؟ مين يجاوبني؟ يلا اللي بده يرفع ايده ترتبط درجه الحراره بالطاقه الحراريه بعلاقه اوكي يلا نشوف حدا ما جاوب مريم مريم يلا مريم اوكي نشوف حدا ثاني غلا تفضلي غلا يلا غلا اوكي نشوف حدا بدي يكون محضر الجواب اللي بعرف ندى يلا ندى بما انك ما جاوبتي تفضلي اي آه بس يلا ترتبط درجة الحرارة بالطاقة الحرارية بعلاقة آه عكسية عكسية؟ احنا حكينا ايش عن علاقة عكسية؟ ما حكينا ولا وحدة بترتبط بعلاقة عكسية طردية طردية إذا ترتبط بعلاقة طردية ما بصير أحكي عكسية ليه؟ لأنه هاي طلعوا كيف كاتبين وين كاتبينها ترتبط الطاقة الحرارية بدرجة الحرارة بعلاقة طردية طردية علاقة طردية وكمية المادة برضه علاقة طردية فأنت ما تحفظ إنه في شيء علاقة عكسية ما في شيء علاقة عكسية درجة الحرارة وكمية حرارة علاقتهم مع مع الطاقة إيش؟ مش يعني كلهم طردية ما في عكسية؟ ممكن. ما في عكسية وصلت؟ تمام فاذا درجه الحراره وكميه الماده بيكونوا في طرديات فارجع جاوبيني على السؤال يلا ترتبط درجه الحراره بطاقه الجسم بطا... بعلاقه طرديه طرديه ما فيش شيء عكسيه كله طرديه فاذا بعلاقه طرديه طيب ثواني بس خليني ارجع افتح اوكي فاذا ترتبط بس بختار بعلاقه طرديه ما في شيء عكسيه طيب لو سالت سؤال ثاني ترتبط بدي يجاوبوني عليه شفوي هو اوكي ترتبط درجه ترتبط كميه الماده بالطاقه الحراريه بعلاقه يلا جاوبوني على الشات يلا مين يجاوبني برضو طرديه لانه حكينا ما فيش عكسيه هي ترتبط كميه الماده مع الطاقه الحراريه بعلاقه برضو طرديه ما في عكسيه وصلت فاذا العلاقه برضه طرديه بين كميه الماده والطاقه الحراريه طيب احنا فهمنا انه العلاقه طرديه وفهمنا ايش يعني علاقه طرديه وحكينا انه انا عندي عاملين بياثروا بالطاقه الحراريه واول عامل اللي هو درجه الحراره ثاني عامل اللي هو كميه الماده فحكينا سواء درجه الحراره او كميه الماده علاقه طرديه طيب مازن خلينا نشوف سؤال مازن اوكي مازن يلا تفضل مازن احكي لي ايش سؤالك ايش اللي ما فهمته مازن كيف يعني اه اه ماز... ما فهمت انه كيف الحراره والطاقه الحراريه طاقه طرديه يعني واحده بتزيد الثانيه بتزيد كيف لسه ما شرحنا اوكي اه بس بدي تعرف لي انه علاقتهم طرديه بس كيف لسه ما شرحنا راح نشرحها تمام؟ تمام يلا فايش علاقتهم؟ درجة الحرارة والطاقة طردية. الحرارية؟ طردية طب وايش العلاقة بين الطاقة الحرارية وال... والكمية المادة؟ طردية برضو طردية ممتاز فإذا مازن ب... بدي تعرف بس لهسه لا... بس هذول التنتين إنه العلاقة طردية طب كيف خلينا نشوف خلينا نحن نشرح عن أول عامل اللي هو درجة الحرارة مازن وللجميع أوكي لو كان عندي كاستين شاي كوب شاي ساخن وكوب شاي بارد اللي بالأحمر كوب شاي ساخن هاد كوب شاي ساخن والثاني هو كوب شاي بارد فأنا عندي كوبين شاي واحد ساخن واحد بارد الساخن بقول لك والله قص درجة حرارته طلعت 40 يعني ساخن كثير والبارد درجة حرارته 20 يعني بارد طيب فأنا عندي كوبين واحد بارد واحد ساخن إذا بتلاحظوا أنا مثبت حجمهم يعني نفس الكمية يعني الكمية ما خلت تتأثر فيهم هاد نفس كاسه هاي كاسه آه كاسه شاي وكاسه شاي قد بعض فالكميه ثابته اذا بهاي انا اللي بشرحه هون هون عندي الكميه ثابته يعني العامل تبع الكميه استثنيته خليتهم نفس الكميه ليه عشان اقارن من حيث درجه الحراره طيب بدي حدا يجاوبني على سؤال سؤال اول شيء وين درجه الحراره اعلى هذا بدي اسميه الشكل الف هذا الشكل بدي اسميه الف وهذا الشكل بدي اسميه باء يلا بالشكل ألف درجة حرارة عالية ولا منخفضة؟ والشكل بعد درجة حرارة عالية ولا منخفضة؟ يلا مين يجاوبني؟ سيدرا يلا سيدرا بس ارفع ايدك عشان يبين عندي اسمك يلا سيدرا تفضل وين درجة حرارة عالية وين درجة حرارة منخفضة؟ ألف درجة الحرارة عالية ممتازه وباء درجه حراره شو مالها؟ منخفضه منخفضه ممتازه فبس تحكي لي سيدرا انه درجه حراره بألف عاليه ودرجه حراره باء منخفضه، كيف عرفت؟ لانه الساخن درجه حرارته عاليه، عارفينها هاي والبارد درجه حرارته منخفضه، فإذا انا عندي بعرف انه درجه حرارته عاليه بيكو الساخن بيكون درجه حرارته عاليه والبارد بيكون درجه حرارته منخفضه، فأنا بما انه خلينا على الشكل الف بعدين نروح على باء، فإذا انا عندي كوب الشاي الساخن درجة حرارته عالية بما انه درجة حرارته عالية فبتكون الجسيمات تتحرك كثير فالطاقة الحركية عالية والطاقة الحرارية عالية اذا لانه العلاقة بينهم هذول كلهم علاقة طرديه شفنا درجة حرارة عالية كلهم بقلدوها بصيروا عاليات فاذا درجة حرارة عالية طاقة حرارية عالية وطاقة حركية عالية طيب مين يجاوبني على هاي بما انه درجة حرارة منخفضة الطاقة الحركية شو راح تكون والطاقة الحرارية شو راح تكون بدي حدا يجاوبني يلا أه، نشوف رنيم يلا من اللي ما جاوبوا نشوف رنيم يلا رنيم احكي لي بالشكل باء بالشكل باء درجة هاي هالشكل باء ها درجة حرارة اتفقنا انها شو مالها؟ قليلة فالطاقة الحركية شو بتكون قليلة ولا مرتفعة؟ لا الطاقة الحركية تكون قليلة برضه قليلة طب والطاقة الحرارية إيش بتكون؟ رنين برضو يلا الطاقة الحرارية إيش بتكون؟ الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية تكون قليلة برضو منخفضة ممتازة، فالرنين حكت لي كلهم بيقلدوا درجة الحرارة، شفنا درجة حرارة قليلة؟ كلهم بصيروا قليلة فاذا أنا بس بشوف درجة حرارة مرتفعة بتصير الطاقة الحركية مرتفعة والطاقة الحرارية مرتفعة درجة حرارة قليلة بتصير الطاقة الحركية قليلة والطاقة الحرارية قليلة تمام في حدا عنده أي سؤال ممتاز أعتقد الكل فهم كيف درجة حرارة بتأثر بالطاقة الحرارية بحيث أنه درجة حرارة بتعلى فالطاقة الحركية بتعلى فالطاقة الحرارية بتعلى درجة الحرارة بتقل فالطاقة الحركية بتقل فالطاقة الحرارية بتقل سريع بس خلينا نشرح ثاني عامل اللي هو كمية المادة ببساطة كمية المادة برضو علاقة طردية في رح أسألكم هسه سؤال جائزة بس شوي علي في عندي كمية المادة فأنا عندي هون كاسة شاي كوب شاي كبير وكوب شاي صغير فالكمية هون كبيرة وهون الكمية صغيرة درجة حراره نفسها اذا اذا لاحظتوا ثبتت درجه الحراره خليت درجه الحراره نفسها بس ببساطه الكميه هون كميه كبيره وهون كميه الكمية كبيره وهون الكميه شو مالها قليله مين سريع يحكي لي الطاقه الحراريه وين اكبر بالشكل الف ولا بالشكل با الطاقه الحراريه وين اكبر يلا نشوف مين ما جاوب جاوبوا كلكم على الشات وين الطاقة الحرارية أكبر مع العلم يا ندى وأروى اللي بجاوبوا بها كل ما زادت كمية المادة بتزيد الطاقة الحرارية لأنهم بقلدوها لأنها لأن هالطاقة ايش؟ لأنه الطاقة الحرارية وكمية المادة علاقة طردية صح؟ فإذا أنا عندي كمية مادة كبيرة ممتازين كل أغلبكم جاوب صح اللي هي كمية المادة كبيرة فبتكون الطاقة الحرارية كبيرة هون كمية المادة قليلة فالطاقة الحرارية قليلة ببساطة وصلت ممتاز فإذا أنا عندي العلاقة الطردية بكونوا زي بعض واحد زادت درجة حرارة بتزيد الطاقة الحرارية وبتزيد الطاقة الحركية زادت كمية المادة بتزيد الطاقة الحرارية فإذا هاي هي العوامل المؤثرة في الطاقة الحرارية أول عامل هي درجة الحرارة وعلاقتها طردية كلما زادت درجة الحرارة تزداد الطاقة الحرارية ثاني عامل اللي هي كمية المادة وكلما زادت كمية المادة تزداد الطاقة الحرارية بس هاي العوامل مؤثرة بالطاقة الحرارية إذا بدكم تعملوا سكرين إذا بدكم تعملوا سكرين شوت للعوامل المؤثرة اللي هو هاي الأشكال بيصير يلا إذا بدكم تعملوا سكرين شوت بالفهم بيصير هسا سريع الكل معكو دقيقة عشان تعبوا الفورم عشان الدقيقة الثانية أربح مفتاح أبواب الكل يروح يعبي لي الفورم ويرجع يلا سريع هاي الفورم بالتشات الكل يروح يعبي الفورم ويرجع سريع سريع يلا عبوا الفورم وتعالوا عشان نسأل سؤال يلا هسه بدي اسالكم سؤال اللي هو سؤال عشان نربي حدا مفتاح ابواب بس الكل يعبي الفورم ويجي طبعا بالفورم زي ما اتفقنا اكتبولي اكتبولي بالفورم ايش شو اسمه ايش داخل معكم بالامتحان الشهر الثاني عشان نراجع الحصه الجايه ان شاء الله واللي بده يعمل سكرين شوت لهذا الشرح يعمل ما في مشكله السؤال سهل بس للي ركز معنا بالحصة. يلا. الكل إجا اللي عبى الفورم يحكي لي تمام عشان أسأل السؤال سريع. أي حدا عبى الفورم يحكي إنه تمام. اوكي نستنى كمان شوي عشان الكل يجي، طبعا الجواب بس بتحكوا لي إيش هو الجواب ألف أو باء؟ رح أعطيكم هسا أعطيكم السؤال، رح يكون في خيارين عندي ألف وباء، بس اكتب لي ألف أو باء. تمام بس بتكتبوا لي الجواب ألف أو باء. بس أعطيكم السؤال، هسا تمام الكل عبى الفور أعتقد. يلا بدي اسالكم سؤال راح اعطيكم هسه اكون معطيكم هون شكلين واحد اسمه الف وواحد اسمه باء السؤال هو كالتالي اي من الاشكال ركزوا بالسؤال اي من الاشكال طاقته الحراريه اعلى الف ولا باء يلا هاي الشكلين اللي هو كوب الماء ولا ابريق الماء مين طاقته الحراريه اعلى الف ام باء يلا الكل يجاوب طاقة الحرارية أعلى ممتاز خلينا نشوف بس أول واحد جاوب الأغلب جاوب صح الجواب هو ألف أول واحد جاوب صح هو عون عون أنت أول واحد جاوب صح ابعت لنا رقمك طبعا الجواب ألف ليش ألف لأنه الكمية أكبر وكلما زادت الكمية تزداد الطاقة الحرارية ممتاز الأغلب جاوب صح يمكن في ثنتين جاوب خطأ ألف الجواب لأنه كلما زادت الكمية تزداد الطاقة. عون ابعث لي رقمك. أول حد جاوب، أنتو كل الأغلب جاوب صح بس أول واحد هو عون. يلا عون ابعث لي رقمك. عون سريع ابعث لي رقمك عشان ننهي الحصة. أوكي أروى لحد ما عون يبعث لي الرقم، ببساطة أروى كل ما زادت الكمية تزداد الطاقه الحراريه يعني بس اسال مين الطاقه الحراريه اعلى درجه حرارتهم قد بعض ما اختلفنا بس كل ما كانت الكميه كبيره بتكون الطاقه اكبر الطاقه الحراريه وصلت فالكميه الاكبر طاقه اكبر زي قبل شوي كاس الشاي الكبيره كانت طاقتها اكبر ممتاز الكل الاغلب جاوب صح واللي جاوبوا خطا هينا وضحنا لهم صورة عون بس ابعث لي الرقم سريع عشان ننهي الحصة. عون معنا. ممتاز شكرا عون. اوكي. شكرا عون هاي اخذت رقمك عون ويعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم الف خير ان شاء الله حصتنا الجايه بتكون بعد العيد راح نراجع فيها وندرس الامتحان الشهر الثاني نادوا اصحابكم وابعثوا لهم آه يكونوا منزلين زوم عشان يحضروا معنا الحصه الجايه ويستفيدوا الامتحان الشهر آه الثاني وانتم بالف خير